بسم الله. لكسيون 13. الجمع دي مانع، الرجال دي فخون، النساء دي بيبيس، الأطفال. فنومن بلورال. الاسم الجمع. الآن دي مانع، فنلاحظ أن ال A أصبح A A أملوت يعني. دي فخون الفخو أضفنا لها إن، وانت دي بيبيس أضفنا له الأس. فهنا الطريقة لكي يعني نعرف قليلا أو نوعا ما كيف نكتب أو نبحث عن الجمع. فلدينا الأن دونك هو الإي أن مثلا. فبايشبيل مثال دي أوبونغ التدريب، فنضيف له إي أن دي أوبونغن. فيقول على نومن كل الأسماء مت أونغ هايت كايت إي إي يعني إي أو يون تصبح هكذا. مثلا جزونتهايت، لا الجزونتهايت لا يمكن. زاوباكايت، زاوباكايتن ممكن. ديتاشا الحقيبة، ديتاشن. ففاست على نومن مت إيه يعني تقريبا كلهم التي تنتهي بإيه تصبح إيه. دي فراو فيلا فيمينين نومن، أغلب الأسماء المؤنثة تصبح بعدين إيه أن. دي فراوان، دي كوندين اند ان انن يعني كل من لديه الان يصبح انن ككوندين كوندينن فرويندين فرويندينن مثلا. ماشي. بعدين لدينا الاي ار او الاي او لا شيء، ولو في الوسط مثلا ا او 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 werden oft يصبحون غالبا a ö ü oi. طبعا الطريقة كما أكررها دائما، ال ö ممكن نقول مثلا a وبعدين نضم الشفتين فيخرج ال ö a ö. لو قلنا i ونضم الشفتين فيخرج مباشرة ال ü i u. ف das Kind هنا فاست على كورتسن نويترالن نومن يعني أغلب الأسماء المحايد القصيرة نضيف له اي ار. داس كينت دي كيندر، داس بوخ دي بوشا محايد وقصير فأضفنا له الاي ار وقلنا الاو أصبح او. دا مان أينيجا ماسكولين نوم أبا كاين فيمينين يعني بعض الأسماء المذكرة لكن ليست المؤنثة تصبح أيضا أو نضيف له أيضا إي آر ونغير الآ إلى آ. الذي نضيف له إي مثل دي شتول دي شتولة في الكوتس نوم أسماء قصيرة وكثيرة. داس بروت دي بروت und دي هاند دي هند الخبز واليد. بعد ذلك الذي لا يأخذ إضافة مثل دافاتا دي فيتا. ففيل نومن مت اي ار اي ان اي ال لا تأخذ شيء جديد لكن نغير الا الى ا. دا غارتن دي غارتن، دا زاسل دي زاسل لم يتغير شيء، داس بروتشن دي بروتشن. على نومن مت شن und لاين. طبعا الشن واللاين دليل على اسم التصغير كشجرة شجيرة مثل في يعني في العربي. الأس داس تاكسي دي تاكسيس على نومن مت آ إي أو إبسيلون تأخذ الأس. داس راديو دي راديوس، دا بي كافي دي بي كافيس على أبكورتسونغن. طبعا البي كافي هي الشاحنة، فهي مختصر مثل الكافي أيضا الكافيس. ده جوب دي جوبس، ففيلا فخمت بعدها لأنه ليست كلمة ألمانية. أونغيغل ميسج الشاذة أو خارج عن القاعدة. داس موزيوم دي موزين، داس داتوم المتحف يعني، داس داتوم التاريخ دي داتن
تمام تاريخ قلنا، داس فيزوم الفيزا يعني أو التأشيرة، دي فيزا، داس براكتيكوم تدريب مهني، دي براكتيكا، دي براكسس العيادة، دي براكسن und دي فيرما دي فيرمن الشركة. هنا يقول كاين بلورال، يعني ما الأسماء التي لا تحصل على جمع؟ abstract nomen الأسماء المجردة، وهي تقريبا مثل العربي يعني das Glück die Liebe الحظ، die Liebe الحب، der Hunger الجوع، die Kommunikation التواصل، der Sport الرياضة، die Musik الموسيقى، und das Wetter والطقس. أيضا nomen für Material يعني أسماء لمواد مثل das Gold الذهب، das Wasser الماء، die Milch الحليب. Sammelnamen صراحة نعرف كيف أترجم السامل، das Obst الفاكهة، die Polizei الشرطة، die Kleidung الملابس أو اللبس يعني، der Urlaub الإجازة. Infinitiv als Nomen المصدر كاسم، das Essen الطعام أو الأكل يعني، das Sprechen الكلام، das Spielen اللعب. Kein Singular الأسماء الجمع ليس لديه مفرد. Einige Ländernamen بعض أسماء البلدان، und geografische Namen يعني مناطق، أسماء مناطق جغرافية. Die USA الولايات المتحدة، und die Alpen جبال الألب. Sammelnamen مثل die Eltern فهي والدين أصلا، die Leute الناس، die Möbel الأثاث، und die Ferien الإجازة. تمام، أي أحد لديه هنا سؤال؟ أنا خالد. حاجات كلها حفظ يعني، حاجات كلها إيه؟ الحاجات كلها حفظ ما فيهاش أي تمام فهم. تمام لكن هي يعني صراحة أنا مثلا لما تعلمت العربي الواحد يحفظها بالكلمة، يعني يتعود أنه يستخدم الكلمة، وبعد ذلك هو مضطر أن يستخدم الجمع أيضا، فمع كثرة التمرينات هو يحفظها، فالواحد إما أن يحفظها حفظ يعني بحيث أنه يكتبها ويكتب الجمع ويحفظها كده، أو يحفظها عن طريق الجمل، هذه أيضا شيء جميل، يحفظ الجملة ويعرف هي هكذا، أو يعني كقصائد مثلا، أو نعم قصائد مثلا، أو يعني يتمرن على الكلام أو على الكتابة، ليس شرط الكلام، يكتب كثيرا وهكذا يتذكر كل مرة، فعندما يتذكر كل مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، يحفظ في الآخر الكلمة. التدريب الأول، Welche Nomen bekommen keine Endung im Plural؟ أي الأسماء لا تأخذ النهاية في الجمع؟ unterstreichen Sie، ضع تحته خط، نحن نجعله قليلا يعني نصب قليلا حتى نتدرب، ونجعل لكل جمع أو لكل مفرد الجمع، وإذا لم يوجد فخلاص. أولا der Fernseher لا يتغير، يبقى كما هو. أستاذ عبد الله، das Buch. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. داس بوخ دي بوشا. دي بيشا، زفا. أستاذ قتيبة، دي بانانا. دي بانانا. الجمع ما فيه بتختلف تغيير. على ما أظن، مالها؟ لا تختلف. صراحة ما عنديش فكرة ماشي. فيها. دي بانانن. نضيف ان دي بنان يا يا عبد الله، داس ميتشن
أنا؟ تعرفون الإجابة؟ ده سميتشن، هل يتغير أم يبقى كما هو في الجمع؟ يبقى كما هو. يبقى كما هو. تمام، يبقى كما هو في ميتشن. ده صحابي قتيبة دي هوبيس. زوبا، دي هوبيس. ده يا. كنت هي عبد الله، دي كندا. دي كنا زوبا. ده شلوسن، دي كندا. صراحة ما عنديش فكرة. اوكي هي دي عبد الله، شلوس. تعرفون؟ إذا نقول دي شلوس. دي شلوسر، تمام، دي شلوسر، دي شلوسر لا يتغير، وهو في درس المنشن أيضا موجود في الدرس الرابع أظن. تمام، دا لغة قتيبة، دي ضم نفس الاشي. دي لغة بالضبط كمان. لا يتغير، فقط نضيف دي، دي ليغا، مش هنضيف ان، لا لا نضيف الا ان. دين ليغان، هذا الان نضيفه في الداتيف في الجمع، بالداتي في لكن في الداتيف، اما كأصلي لا. اوكي دي تاشا، هي عبد الله، نتشن الجمع تبع تاشن، نتشن تمام، دي تاشن بالان. اوكي ها قتيبة، دامن، دي مينا. زوبا، دي فاغن، ها عبد الله، تعرفون الفاجن؟ فاجن للسيارة. تمام، فالجمع مش عارف بصير دي فاجن. دي فاجن يبقى كما هو. دي فاجن. يا تمام، دي غايفن، غايفن. دي العبد الله، غايفن. Was heißt das auf Deutsch? غايفم، دي غايفم فم اوتو، Auf عجلة auf السيارة. ja, Reifen. تمام، فيبقى كما هو، دي غايفم. Die Reifen. داس فليش شين، توقع كمان. يبقى كما هو، يا داس بلاك، والفلاشن تصغير من فلاشة، هنا الفرخة لا ولا الفلاش، الفلاشة؟ قارورة صغيرة يعني. اوكي دافا كيفا، هي عبد الله، أعتقد توقف معايا. تمام يبقى كما هو، فدي فا كيفا، بعدين دي توماتا، هي قتيبة، دي طماطم. دي طماطم زبا، الطماطم، يا والفكوفة كان البائع، ففانزيا تلفاز، بوخ كتاب، بانانا موز، ميتشن بنت، هوبي هواية، كنت طفل، شلوسل مفتاح، ليغا معلم، تاشا حقيبة، من رجل، فاغن مركب، إن سيارة أوتو، فحتى نفرق الفرق الدقيق فيكون فاغ مركب، غايف عجلة، عجلة السيارة مثلا، فلاشن قارورة صغيرة، فكيف بائع، طماطم، طماطم. أوكي معلش، هي فاجن مركب. مركب، نعم، فنستطيع نقول فاغن للسيارة ولغيرها، الكوتش مثلا هو فاغن لأنه يركب عليها،
أي نوع من السيارات بلش بالضبط genau irgendwelche irgendwelche أي نوع. Okay, jetzt Nummer zwei. Pluralendungen en أو e فقط s. فهذه الاختيارات فقط يعني نضيف إما en أو s oder e والتغييرات المناسبة يعني تغيير من الأ إلى الأ مثلا الأو إلى الأو والأو إلى الأو. Erstens das Sofa. السوفا أظن بالعربي أيضا ولا الكنباي الأريكة. السوفا اللي هي الكنباي. أوكي. دي زوفاس نضيف اس. عبد الله هي عبد الله das ها دي هاغا genau سوفا دي هاغا الشا نضيف اي نعم Herr Kotebe, Nummer 3, die Freiheit. Die Freiheiten. Super. Wenn man eine Freiheit, was heißt Freiheit? صراحة أنا بعرف فراي يعني إنه يعني زي الأولاو يعني إنه عطلة بس هايتن مع بعض صراحة بعرفهاش مع بعض تمام يعني في ترتيب في تشابه في تشابه الفري الحرية أو الحر يعني ففريهاية الحرية الفريهاية تمام هي إجازة أو وقت فراغ وقت الراحة وقت الإجازة تمام والفريتاك اليوم الحر أو يعني الإجازة يوم الإجازة فريتاك 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 اللي هو يوم الجمعة بالضبط أعتقد مع أن الإجازة ليس يوم الجمعة لهم يعني لا عارف إن المسلمين أوكي نمرة 4 das Hobby هي عبد الله دي هوبيز دي هوبيز الهوايات 5 دي Zeitung دي Zeitungen سوبر الجريدة دي Information دي Informationen Super. المعلومات. Das Tier. Das Tier. Die auch von Entschuldigung, die genau. Tiere. Kein Problem. Die Tiere. الحيوانات. Die Lehre. معلش Nummer 7. 7. Die Tiererin. Die Tiere. نضيف E فقط. Tiere. مش إن. لا ليس نفس الموضوع تيغن بالداتي في الجمع أيوة. أوكي دي ليغرين دي ليغرين إن زوبا دي ليغرين نضيف إن كمان ليغرين نن هذه مهمة فكل مؤنث فيها إي إن نضيف إن إي إن ليغرنن وسيأتي بعض الأمثلة الأخرى نمرة 9 دي ساخة دي ساخن جنو دي ساخن بالأن الأشياء نمرة 10 دي كيوي دي كيويز دي كيويز زوبا الكيوي 11 دي سيكوندا دي سيكوند ماذا نضع؟ ان ام اندو ان دي سيكوند ام اندو ان الثانية دي اورجانيزاسيون دي اورجانيزاسيون ان سوبر تمام ال بس منظمات 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 13 دي اوبراسيون كاين انا اوكي يا عبد الله wissen Sie es دي اوبراسيونين اي ان سوبر اوبراسيونين العمليات العمليات اوكي ده نامه دي نامن
دي نامن زوبا يا الأسماء دي تواليتا دي تواليتين زوبا دي تواليتن طب الحمامات معلش تفضل طب معلش مش ممكن ت اس على اساس ان دي تواليتس كلمة مش لا ألمانية على اساس ان دي كلمة مش ألمانية زي اوتوز مثلا او كيوز او صوفا مثلا هي في القاعدة ذكرنا أن الـ S لا نضيف فقط لأنها فخمت فاتا لأنها كلمات أجنبية هي أيضا للأبكيتسون والألنومن مت A E O إبسيلون فأظن بما أنها في ولكن هو السبب أنا حاليا لا أستطيع أن أقول شيء ولكن صراحة لازم أبحث فيها. أوكي. دي أومع. Keine Ahnung, aber ich glaube, أومس. die Amas, genau. دي Thomas, أومس. Thomas, جدات. yeah. أوكي. jetzt die Sekretärin. Die Sekretärinnen, EN. نفس الموضوع Die زي لغة Sekretärinnen, yeah. Die Sekretärinnen. Ja. Genau, Sekretärinnen. N-E-N. ولازم Okay. أستاذ محمد لازم أن المد الحرف اللي قبل الأوملاوت أو المد كنفين. الأوملاوت مثلا نقول سكرتير نمط شوي عند الأي سكرتير بالضبط. يعني ما نقولش على السريع سكرتيرين تمام الى ا ام لوت نمدها شويه سكرتيرين سكرتيرين يا يا نمرة 18 دا يونغ دي يونغن تمام دي يونغن نضيف ان السبب طبعا السكرتيرين السكرتيره 19 تيكن داس تيكت تيكن Herr دي Puder. Wissen Sie die Antwort? Das Ticket, die Ticket. Ticket also in Englisch, weil hier Fremdwort. Tickets, Tickets. Tickets. Tamam, بالضبط. Tickets. Okay, das Restaurant. Die Restaurante? Ich weiß nicht. هو بعد ما قلت لي ريستورانت أصبحت أنا المشوش الذي هو الذي خطر ببالي حاليا الريستورانت Was ist das? Oh, أنا أيضا المطاعم يا يا طيب أنا أيضا برضو حطيت في بالي اس لأنها أصلا كلمة أجنبية فالمفروض نضيف اس اه يا بس ريستورانت دي ريستورانت أوكي وأنا أصلا من 8 سنوات تقريبا لا أتكلم كثيرا مع الألمان فأكدت أنسى Ja. 21 die Lösung Die Lösungen. Die Lösungen. تمام دي لوزونجن لوزونجن ايان تمام طبعا الريستورانتس حاليا يعني نضعها كما هي او يعني نفك يعني نظن انها اس فلو تغير شيء ساخبركم او اضعها في الوصف في اليوتيوب ان شاء الله تمام ان شاء الله الآن دي دي كرانكهايت لوز دي لوزونج أستاذ محمد نعم دي هايست المحادثة يعني الحوار لا الحوار ديالوج ديالوج يا لكن حل التدريبات هي لوزونج حل التدريبات
لازم. الحل، اوكي حلول. طبعا ليس اوكي التدريبات فقط، يعني كل الحلول بشكل عام. فلو هناك مشكلة بين الشخصين نقول دي نعم لوزونج است تاستو ايم 1000 يورو جيبس مثلا، انك تعطيه 5 يورو او 1000 يورو نعم مثلا. اوكي اوكي، wir haben noch 10 Minuten. Die Krankheit. Herr Abdullah. Die Krankheit zu mir. Entschuldigung. Kein Problem. Die Krankheiten. Tamam. Die Krankheiten. Al-Amrat. I-N. Der Herr. Al-Furm. صعب Die شوية. Herd. دي هاد. Die Herde. تمام، هذا الذي وجدته في النت. 24 in das Kino. Die Kinos. دي كينو. Ja, تمام. die Kino. Okay. الآن نمرة 3. Wie heißt der Singular؟ schreiben Sie. الآن من الجمع إلى السينجولا. دي بالدا. قتيبة. Das Bild. Das Bild, super. الصورة. Ja. Die Männer. Herr Abdullah. Der Mann. Der Mann, super. Die Brötchen. Der Mann. الرجال طبعا. Die Brötchen, الخبز الصغير. Die Brötchen. Das Brötchen. Das Brötchen. تمام، يبقى كما هو. Das Brötchen. Die Meere. Lora wie ja ja Lora ist Lora die Singular. Wie Singular Singular genau. Ja. Jetzt Herr Abdullah, die Meere. Das Meer. Das Meer, super. البحار. البحار. Die Länder. البلدان. Das Land. Das Land. Super. Die Architekten, المهندس المعمارية. Die Architekten. تمام. أنا أظن قلت أيضا Architekten، فArchitektinnen إلى die Architekten. Die Kurse, الكورسات. Der Kurs. Der Kurs. Acht, die Hotels. Das Hotels. Hotels. Das Hotel. Das Hotel. Hotel. Das Hotel. الفندق. Hotel. Die Ärzte, الأطباء. Der Arzt. Der Arzt. Die Füße. Der Fuß. Der Fuß. تمام. الطبيب كان die Ärzte والفوس القدم. Die Fotos. Das Foto. Das Foto, الصورة. Die Informationen. Die Information. Die Information. Die Einladungen. Die Einladung. Die Einladung. الدعوة. Die Bäume. Der Baum. Der Baum, الشجرة. Okay. الآن تدريب 4. Welche Nomen haben kein Plural؟ أي الأسماء ليس لديها جمع؟ Unterstreichen Sie. Der Zucker ليس لديه جمع. Yeah. Der Kuchen. برضو. Herr Potteva. Yeah. Ich glaube ohne ohne أظن Plural Kuchen. Okay, der Plural ist der gleiche. يعني لازم نفرق أظن بين الذي نستطيع أن نغير الأداة لها ويبقى yeah. كما هو زي الشلوسل مثلا، والذي لا يتغير أصلا. يعني دي تسوكا لا نستطيع أن نقول دي تسوكا مثلا، يعني لا يوجد بلورال خالص. أما هنا yeah, دي كوكن، دي كوكن yeah, بلورال لكن كعك. لم يتغير شيء. تمام، الكعك. أوكي، داس جيبيك هير عبد الله. Mm.
ممكن نقول دي كيبيكن. تسكيت نشت كيبيك داس فهنا كيبيك الأمتعة أمتعة كيبيك تمام. يا بتبقى فمن زي ما هي المعنى أصلا نفس لا يتغير، لا تمام لا يا يتغير، داس كيبيك يبقى كما هو. داس دي كيبيك يا كونفون كاين أنا دي أبغى قفل إيش داس است يا حقيبة السفر كوفا تمام. لكن ما بقى ما عنديش أو حقيبة كاين أنا بشكل عام الفون دو يا هو هنا يبقى كما هو دي كوفا، يتغير الأداة دي أرتيكل إنت يا أبا بلابت في أست كوفا. هي عبد الله داس كلاس إيش قربا نشت لغان دو دي كليزا نجلسه دي كليزا داس واسا هل كتابة داس باسا دي دي باسا هو في العربي نستطيع أن نقول مياه وأمواه، يا لكن يا في الألماني لا نستطيع، يعني حتى في يا الإنجليزي water water يبقى كما هو. هو نستطيع نفعل هنا قاعدة، أن حتى في الإنجليزي يوجد قاعدة كانس تو فيلن ماني فيلن، يعني عندما تقول الكثير من كذا أو في ماتش وفي ماني في الإنجليزي. ف الفاسا لا تستطيع أن تقول أين فاسا أو تسفاي فاسا لأنه لا يعد، يا فهنا تعرف أن لا يوجد جمع داس فاسا داس فلايش دي يا فرايش عبد الله. دي فرايش طيب تستطيع أن تقول اثنين لحم؟ لا لا، فلا يتغير، يعني لا يوجد جمع له. داس احنا فلاش نقول يبقى كما كيلو هو 2 كيلو 3 كيلو بالضبط، لازم تضع الكيلو. يا اوكي داس ستيك في هايس في هايس ده صعب فغبش ستيك لا اعرف ستيك يا يا ستيك لحم مشوي اللحم تمام. أبا ده سستي فورتا فون انجلش يا ستيك Genau, Englisch, aber wir benutzen es auf Deutsch. يا فكيف يكون الجمع؟ ما أني لغة ده ستيك دي ستيكس نضيف اس دي لأنها ستيكس إنجليزية. يا يا دي ستيكس اوكي ده كان دي كلمة تمام دي كينا، يا فيوجد له جمع لكن يبقى كما هو. ده يا سيرفس هي عبد الله دي سيرفيس دي سيرفس. هنا نقرأ الإي تمام دي سيرفس هي بس الآن بس هي هي تمام بس هي دي هي بس هي الفرق في النطق تمام. داس اوتو دي اوتوس دي اوتوس داس بنزين دي بنزين هنا انا بحثت في الجوجل ما فقال فيهاش لي دي بنزينة. انا يا استغربت حتى لانه المفروض بنزين سائل ما ما لهاش يعني ملهاش هي جمع المفروض، بنزين او كذا لكن أنا وجدته في الجوجل بنزينة. تمام ما دي أدلين عليها كاتوفل لأن دي الكاتوفل كارتوفل دي كارتوفل بالأن في الأخير كارتوفل دي بالان كاتوفين. لا أوكي كارتوفل بطاطا معناته صح؟ تمام بطاطا والجمع نضيف له أن دي كاتوفين. بس احنا بالعربي يعني ما لهاش جمع بطاطا خلص انه ما فيش صح انه
يعني يعني خير. غريب انها جماد. اوكي ده غيس غايزة. كما وجدته انا، دي غايزة قريبة لكن الله اعلم. اوكي ده الكحول يا عبد الله. غير موجود. طيب هل قتيبة؟ يا شبين ده اوكي دي الكهول الجمع، دي الكهول دي الكهولة نضيف ايه؟ الكهولة الله امين يبعدنا عنه. امين. وجدت الاستاذ شيماء موجودة. دي با، دي باغ، تمام هذا الذي اتذكره ايضا. الآن دي كاروتا، ها قتيبة دي كاروتا. أين أنونك؟ كاين أنا، ها عبد يا الله بس نزيس. كروتين؟ دي كروتين؟ تمام دي كاروتن بالإن إن داس كيموزا. أبا فيها إست كروتين إن أو كاروتا فخبش. يعني ميغة جزر، يا فلها معنيين في الألماني كاروتا و ميغة. يا أوكي داس كيموزا. دي كموزة الجميزة أصلا أشياء خضروات. تجمع، تمام يا خضروات، فهي تجمع أصلا أشياء فيها فلا يتغير داس كيموزا. يا أوكي دي بوليتساي. فاش جنب توقف معايا الشرطة يتغير ولا لا؟ لا لا تغير. يتغير، لا يتغير، فيبقى دي بوليتساي وليس له جمع. أوكي دي بوليتسيست. دي بلاتسيستي. تمام دي بوليتسيست، فنضيف إيه؟ الشرطة. دي ناتور. لايف دي ناتشور. هذا الذي ظننته منطقيا أيضا، لكن يا على طبيعي. الجمع ديناتوغن. ناتشور يا نضيف إيه؟ أوكي دافلوس. أحد يعرف الجواب؟ لسه بالضبط دي فلوسة الأنهار. بس أوكي الآن نرى التدريبين. فنف ريش نومن هابن كاينن زنجولا، أي الأسماء ليس لديها مفرد متشتت تنظيم. دي أوماس له جمع. خمس له معلش له مفرد. يا أوما ده دي أوما، دي أوما تمام. هي عبد الله دي غروس إلتن له مفرد، حتى إيه أينن زينجولا. لا ما هو فيبقى كما هو غروس إلتن. أوكي دي إلتن. أنا زنقولة بلايت دي هيلتون. كنو كاين زنجولا. دي فيتا. كاين زنقولة. دير فاتا. دي فاتا زوفا. دي زوفاس. بس صوفا. بس صوفا، تمام. دي موبل. بلاك دي موبل. تمام لكن له جمع ولا ليس له جمع؟ لا ما إله
طيب لو أنا صراحة لا أعرف أين وجدته، لكن موبيل. ها، هو في الكتاب هنا ذكر الموبيل أنه ليس لديه مفرد، لكن أنا لما سألت في أو لما بحثت في جوجل وجدت فيه داس موبيل، فإما أن هناك أسماء مختلفة أو معاني للموبيل أو له لا أعرف اختلافات، فهنا أيضا لازم أبحث هل هناك داس موبيل، لكنها يعني بالنسبة لي أيضا غريبة داس موبيل، يعني لم أسمع داس موبيل أساس أبدا. يعني. آه بالضبط. طيب دي باجا، دي بيرجا. دي بيرجن. أمك كما هي؟ ناين. لم أسمع. دي أمك كما هي؟ بيرجا جبل صح؟ تمام، دي باجا جبل. الجبال، دي فله بيرج. مفرد دي دي باك بيرج. دي دي بيرج. دي. دي باك. طب والقلعة؟ تمام، والقلعة. دي بوك، في اختلاف، بليو. بليو. دي بوك آه بالأو. أوكي، دي ألبن. تاينا زنجولا. كان زنجولا لأنها سلسلة من الجبال. يا دي فيريان. يا ديفيرين حفلات إجازات. أو إجازات يا ديفيري لا لا يتغير، ما لهاش لهاش ليس له مفرد. تمام، دي غايزن. دي غايز دي أو داس غايز غايزة. دي غايزة. دي غايزة. دي غايزة 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 دي غايزة هو هنا غايزا سفر الأسفار، يا يا فالمفرد غايزة. دي غايزة، لكن كما ذكرنا فوق كان عندنا الغايزا عند الغايز. تمام، لكن هنا أظن أنه يقصد الغايزة السفر. دي غايزن أوكي، دي السفرات السفرات تعني أم إنه بالسفر عند بشكل الأسفار. عام يعني يعني لديه سفر إلى تركيا مثلا وبعدين إلى ألمانيا، فأهات في يا لغايزن ولا يا أمر في لغايزن. أوكي، دي لويتو. منهاش تمام، ليس له. دي بيرسونن، دي بيرسون. متزنغولا متزنغولا هايست بيرزون دي تمام، بيرزون دي دس بيرسون، بيرزون دي دي بيرزون بيرسون الشخص. يا أوكي، الآن دي بيرزون تدريب ست، كده دي بيرسون، فنحذف اي ان. دي برضو تمام، دي يبقى كما هو. Okay, jetzt sechs. Eine Bestellung ergänzen Sie die Pluralendungen und den Umlaut, wenn nötig. الأملاوت طبعا مع النقاط، الآ مع النقطتين und so weiter. Küchenstuhl, der Plural. الكوشنشتولي تمام، Stühle، فنضيف نقطتين في الأ فوق الأو. كيشن شتولة، كراسي، المطبخ. لامبة، اللمبة. ألمت ألمت مت أملاوت ودا من ناي لامبة است نيشت مت أوملاوت. يا دي لامبة
دي لامبن، تمام، نضيف ان فقط. دي لامب. شرانك، الدولاب. شرانكن، دي شرينكة. شرانكي، أملاوت، أملاوت، ما إيه، ما إيه، تمام. ما إيه، زوفا، شرانكي الخزانة صح؟ شرانك. تمام. الخزانة زي الدولاب صح؟ لا يوجد دولاب. أنا صراحة عندنا يعني مش عارف شو دولاب، دولاب إحنا يعني عندنا اللي هو زي العجل. تمام، إذا حسب البلدان يعني. أنا استغربت يوم قلت كل دولاب. واحد يختار. أوكي، زوفا أظن أخذناها فوق. دي سوفاس ديزو ديزو هوني خاص. أملاوت. تمام، دي زوفاس، نضيف اس. هات، دي هات هوني دي أملاوت. هذا. تمام، تلا، الفرن طبعا، تلا الأطباق. تلغي لا يتغير شيء، دي تلا. يا دي تيلا اللي هي الأواني والصحون. أوكي، جلاس، دي جلاس، مثلا فوق. دي glasses. دي جلي زيا. ليزا تمام، دي جليزا. AR بال عم عندهم A أملوت وال AR في الأخير، يا اوكي فالمفرد هو أصلا جلاس، فالقاعدة تقول فاست على كوتس نويترال النومن، يعني أغلب الأسماء المحايدة القصيرة، فجلاس قصير ومحايد، داس جلاس، فدخل في القاعدة فأصبح دي جليزا. أوكي، لوفي، كان شغال بيت بيته، الجليزا. كان شغال، يا أوكي، سأكتب لكن نكمل اللفة. أوكي، أنا دي أضفته في لوفل، التليجرام. دي لوفل، تمام، دي لفة ده تغيير. بدون تغيير. اوكي، das letzte Servierwagen. لوفن، عفوا استاذ محمد، معنات لوفن ايش بالعربي؟ الملعقة. يا اوكي اوكي الآن Servierwagen. زرفيه فيجن ميت مراود اوبا اي واو لا يتغير شيء كما أخذناه في البداية، أول تدريب أخذنا دير فاغن فلا يتغير شيء. أوكي، فهنا ننتهي. أي أحد لديه سؤال؟ ممكن تقولي ده غير بعد إذنك؟ تفضل. هل كلمة هل هيبقى هات الفرن. جمعها هيكون إيه؟ هذا نضيف إيه؟ تمام. عفوا. أوكي. أستاذ محمد، نعم. أنا صار في عندي تفضل. لخبطة شوي، معنات القلب بالألماني شو معناته؟ القلب، داس هيرتس. هيرتس بقول يعني هيرت. أنا بقول قريبة من القلب، فكرت نفس الشيء. هي نفس المشكلة مع القلب والكلب. نفس الشيء عند العراقية، عند إخواننا العراقية ما تميزش. تمام بالضبط. طيب نكتفي إن شاء الله هنا.